أشاد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالتقدم الديمقراطي في تونس وعرض التعاون معها في التصدي للمتشددين الإسلاميين. وقال كيري أثناء زيارة قصيرة إلى تونس إن الولايات المتحدة وتونس سوف تدشنان حوارا استراتيجيا، وهو ما يعني في المعتاد عقد اجتماعات منتظمة رفيعة المستوى والتي ستبدأ بزيارة لرئيس وزراء تونس لواشنطن. وقال كيري إنه بحث طلب تونس الحصول على مزيد من المساعدات بعد أن قدمت لها الولايات المتحدة 400 مليون دولار منذ الإطاحة بالرئيس بن علي، ويشمل ذلك تقديم المزيد من المساعدات لمحاربة الإرهاب، لكن كيري أحجم عن تحديد المبلغ الذي قد تقدمه الولايات المتحدة. وقال مسؤولون أمريكيون إن القصد من زيارة كيري هو إبراز التقدم الذي تحقق منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، والحلول الوسط التي توصل إليها الزعماء التونسيون الجدد على خلاف ما حدث في مصر وليبيا. وحظى الدستور الجديد وخطوات التحول الكامل نحو الديمقراطية بالإشادة كنموذج في منطقة لا تزال غير مستقرة إلى حد كبير منذ الانتفاضات الشعبية في عام 2011 التي أطاحت بالحكام الذين استمروا لفترة طويلة في مصر واليمن وليبيا. وقال مسؤولون إن كيري تطرق أيضا إلى التحديات الكثيرة التي تواجهها تونس، من بينها أعمال العنف المستمرة من جانب متشددين إسلاميين أعلن زعيمهم الولاء لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وائل جمال، رويترز.